صباح الخير يا مستر محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا حبيت اشكر حضرتك بس على مجهودك اللي بذلته معانا ومع كل الزملاء، واشكر كل الناس اللي كانت سبب في ان يعملوا مذكرة او خريطة مذكرة المساعد الصحي دي. بجد الامتحان الحمد لله كان كويس، هو كان فيه فعلا اسئلة مش موجودة معرفتهاش، بس انا على حسب فهمي وترجمتي فانا حاولت ان انا احلها كويس وفي اسئله كتير برضو جايه من المذكرات ومن الشرح بتاع التليجرام، بس في اسئله جايه مباشره وفي اسئله جايه لفه شويه، جايه بطريقه تانية، بس هي برضو مش من بره المذكرات، اسئله من ضمن اللي انا مذاكراها، بس حسيتها جايه بطريقه تانية شويه، لفين السؤال، بس اللي هيفهم السؤال فهو بيذاكر ويفهم الشرح هيفهمه وهيعرف يحله. انا امتحاني كان امبارح والحمد لله حليت بقدر الامكان اسئله كتير وربنا يسهل بقى، ولو كانت النتيجه بتظهر في نفس اليوم كان زمان ارتحت وعرفت النتيجه والله، بس يلا ربنا يسهل وانجح ان شاء الله. قالوا لي من اسبوع 10 ايام تقريبا النتيجه بتظهر، وربنا يسهلها ان شاء الله. انا كنت حابه اقول على الاسئله اللي حاولت ان انا افتكرها، الصور اكتر حاجه فاكراها شويه، علشان الصوره كانت مش زي الكلام فانا من ضمن الصور اللي جات لي صور الايد اللي هي مفروده، واخترت اكستنشن اللي هي الايد المفروده خالص والصباع مفرود برضو ده اكستنشن، واخترت اللي هي كان في برضو رجل مفروده ورجل متنيه جنب بعض، وبيقول لك الرايت ايه والليفت ايه، اخترت طبعا كانت الرايت اكستنشن والليفت فليكشن، فليكشن واكستنشن. واخترت وكمان جالي صوره مشايه اللي هي الووكر، وقال لي بتستخدم في ايه، وصورة مشاية والسؤال بيقول اللي في الصورة ده بيستخدم في ايه او ايه استخدامه. اخترت اللي هي بتساعد على المشي، دي الاجابة اللي انسب الاجابة كانت موجودة. كان في صورة كمان شخص واقع على الارض ورامي ايديه ورجليه كده في الارض زي المغمى عليه، ومكتوب عليه كولد بارد، و علامات ان هي ان هو حد ضاي او جات له سكتة قلبية حاجة زي كده. فانا اخترت بصراحة هارت ستروك، كان فيه هارت كان فيه هارت في لا كان كان فيه هارت اتاك، بس انا حسيت ان هي هارت ستروك اكتر، الصورة تدل على هارت ستروك، مش عارفة بقى الاجابة دي صح ولا غلط. وكمان جات لي صورة واحدة بتمشي على المشاية وحد بيسندها، وكانت مادة رجلها اللي قدام ورجل الورا، فكانت بتمشي بتحط رجل قدام الأول وبعدين، فهو بيسأل هي ماشية ازاي، او على الثلاث نقاط ولا اللي هو ماشية رجل واحدة وبعدين التانية وراها. فأنا اخترت الإجابة دي، اخترت ان هي بنتقدم رجل الاول وبعدين الرجل التانية وراء، بس انا مش فاكرة السؤال كان بالظبط ايه، بس هو ده اللي انا فاكراه من الشرح. وكمان مش عارفة لو افتكرت صور كمان هقول عليها والله، بس انا بحاول افتكر. بس في الأسئلة بقى جالي سؤال اللي هي طفل تقريبا قرصته نحلة، وكان بيقول لي ايه نوع الشوك، اخترت انافلكتيك شوك، وجالي اللي هو اربع غرف اختار منهم وكل غرفة ليها رقم 118 120 كده، وكل غرفة فيها مريض معين اللي هو هارت اتاك وتقريبا وديابيتك تقريبا، وكان في غرفة فيها مريض الديمنشيا، فبيقول لي اكتر غرفة المفروض ان انا اروح لها فورا وانقذ المريض اللي فيها، ايه اكتر مريض
معرض للخطورة أكتر والمفروض أنقذه أول حاجة يعني. فأنا اخترت رقم الغرفة اللي فيها المريض الديمنشيا، وجاب لي كمان ايه كمان وجاب لي جالي السؤال اللي هو المريض اللي خارج من جراحة أو من عمليات ليه بنصومه قبل العمليات تقريبا، وانا اخترت اللي هو عشان نمنع الترجيع يعني المريض. جالي سؤال كمان اللي هو ايه الوقت اللي بنحتاجه علشان نغسل ايدينا بعد انتهاء من الرعاية الصحية للمريض. فانا اخترت هو كان في 15 ثانية، وفي كان في كمان يعني كذا بالثواني، وكان في 60 ثانية. فانا اخترت 60 ثانية اللي هو دقيقة علشان يعني اخترت اللي هو الهاند ووشنج اللي هو التعقيم يعني هاند ووشنج الطبي. كان في كمان سؤال اللي هو بيقول بنغير وضع المريض كل قد ايه، وبيقول لي كل الاختيارات بالدقيقة يعني دقايق. فانا اخترت 120 دقيقة اللي هو ساعتين. وكمان كان في سؤال بيقول المريض المعرض لقرح الفراش بنغير وضعه كل قد ايه علشان نمنع قرح الفراش حدوث قرح فراش يعني. فكان في اختيار من ساعة لساعتين، هو ده كان اقرب اجابة يعني صحيحة اخترتها. وجاي سؤال برضو كان في المذكرة واضح جدا ونفس ما مكتوب في المذكرة بالظبط، اللي هو وانا ماشية في الشفت الليلي لقيت مريض بيزعق وكده، وكان عايز ورايح يعمل اكس راي، وقالوا له ان الميعاد بكرة، قالوا له ان ميعاد الاكس راي بتاعته بكرة، وهو المريض عايز يعملها في الشفت الليلي اللي احنا فيه وما كانش ميعاده. فهنتصرف ازاي او ايه اكتر رد مناسب نرده على المريض؟ فانا اخترت ان احنا نقول له ان قسم الاشعة ما بيشتغلش في الشفت الليلي مقفول يعني. جالي سؤال برضو ان العناية بالفم بتاع المريض كل قد ايه، يعني مرتين في اليوم ولا مرة كل يومين ولا كده؟ اخترت مرة في اليوم، انا مش عارفة الاجابة صح ولا غلط. وجالي سؤال كمان ننصح الام لام الطفل ان هي لما تيجي تنظف فم طفلها تحطه على وضع ايه، حط وضع على الجنب يعني. اخترت الإجابة دي اللي هي نحطه على جنبه وهي بتنظف الفم بتاع المريض. بس هي دي الأسئلة اللي أنا فاكراها والله، بس مش عارفة يعني لو افتكرت الأسئلة تاني هقولها لحضرتك على طول. بس يعني لغاية الآن يعني هي دي كل الأسئلة اللي أنا فاكراها. وربنا يوفق الجميع يا رب، ويكرمك يا رب، ويديكم على قد نيتكم جميعا، وربنا يكرم الجميع. انا جالي افتكرت سؤال دلوقتي، جالي وانا بغير المناية بتاعة السرير المفروض البس ايه من الادوات اللي هي البي بي اي، اخترت جلوفز. وجالي كمان مصطلح كده كبير، مصطلح كبير كده كلمة أنا مش عارفة هي معناها ايه، بس أنا فاكرة إن هي كانت في المذكرة وكان الاختيار بتاعها باور أوف أتورني تقريبا، ميديكال باور أوف أتورني. وجالي سؤال بيقول المسج والرسيف اللي هو الراسل والمرسل والمستقبل، ده يعني معناه ايه لما يكون موجود كده؟ اخترت اللي هو الفيربال كوميونيكيشن.